إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وأسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير
يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من لا اله الا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن اهل بيته الطيبين الطاهرين واصحابه الاكرمين المهتدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا ارحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أن الله يعلي درجاته في الجنة ويجعلنا من نسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم وينفعنا بهم من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدنيا والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
عليهم وللمغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا البقيع المقدم محمد بن علي وعن أبي إلى روح سيدتنا علي وعن أبي سيدتنا صوفيا من مشاري الأرض إلى مغربها وأصولهم فرعهم وذوي القرب عليهم أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة وينفعنا به من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وعمدتنا صاحب الرطيب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحجاج السوري فرعين ذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الحبيب علي عبد الرحمن الحبشي والحبيب حسين الشيع الحبشي والحبيب حامد الشيع الحبشي وصولهم فرعين وذوي الحقوق عليهم أجمعين. بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويدعو علينا وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والدعاة المخلصين والعباد المجتهدين والعلماء الراشدين ثم إلى أرواح والدينا وشيخنا وشيخهم ومعلمينا وعلمهم وذوي الحقوق علينا أجمعين. ثم إلى أرواح أمواتها البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بأن الله يرحم المسلمين وإلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء والشهداء ومشايخنا في الدين وإلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأمد المسلمين عامة بأن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة وأن الله يكفينا وإياكم شر الظالمين وشر المؤذين وشر الحاسدين وأن الله يقضي كل سائل منا ومنكم سؤلا على ما يرضى الله ورسوله والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين وأن الله يبلغهم مقاصدهم ويردهم إلى أوطانهم سالمين بخير وعافية وأن الله يتوب علينا ويغفر لنا ولكم بالحسنى بلطف وخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهل بيته وصحبه وسلم. اللهم انا نسالك بحق الفاتحه العظمه والسبع المثاني ان تفتح لنا بكل خير وان تتفضل علينا بكل خير وان تعملنا معاملتك يا مولانا لاهل الخير وان تحفظنا في اجياننا وانفسنا واولادنا واهلنا واصحابنا واحبابنا من كل مهنه وفتنه وبؤس وضائر انك ولي كل خير وتفضل لكل خير ومضل لكل خير يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سري منا لا تهديك الستر عنا وعافينا واعف وكلنا حيث كنا. يا عليم سري منا لا تهديك الستر عنا وعافينا واعف وكلنا حيث كنا. يا عليم سري منا لا تهديك الستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي والطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي والطف بنا.
يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين أجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولطيف بالعالمين رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا رب شتت شملهم يا رب فرج جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين ولا تبلغهم مراد ونارهم برحمتك فيا عين صد والخائب وشر كل مكير وخائن وغدير وعين وساحر وشر كل المعدين من معتد وغاصب ومفتر وكذب وفاجر وعيب وحسد وشامت يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنى وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائل يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وامنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد سكر مداع يدعو إلى الحق يا ربي صل على يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد فضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلاق يا ربي صل على
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والباين والزائل والذاهب يسبح الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحد الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع كمي والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وأذما وعدودا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنذم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأني له المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواقب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. الله قيل هو آدم قال آدم به أنيله على المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى عليه السلام قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى عليه السلام قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار فنشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن بغالب
يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب. اللهم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. يبعث من تهامه بين يدي القيامة في ظهري على من تظله الغمامة تطيع السهائب فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع اتباق ثاقب قدماه قبلهما البعير فأزال ما اشتقاه من المحن والنوائب آمن بالضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجدع حنين حزين النادب يداه تذهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراكب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خوصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب. اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله وصحبه. ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وسبحانه من خص وصلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب أحمد على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سعير العاجم والعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراده حديثين وردا عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الأول عن بحر العلم الجافق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألف عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين كذف به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزاقية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاه قد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم
يكبرون الله تعالى على كل شرف، يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال، قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء، ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم، وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام، فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم، فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الظلوم كأمثال الجبال، غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي، أدخلهم الجنة برحمتي يا عز جواهر العقود وخلاصة إكسير سر الوجود، ما دحك قاصر ولو جاء ببذل المجهود، وواصفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود، الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود، وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب، المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب، حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب، فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل، يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا، أملأ به الكون نورا، وأكفله يتيما، وأطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فاهتز العرش طربا واستبشارا، وزداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البجر في تمام محله. محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسور
نور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله فاطربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرات واستضيئوا بجمال فقط في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك مرحبا ولنا البشرى بسعد مرحبا مستمر لي سينفذ مرحبا حيث أوتينا عطاء مرحبا جمع الفخر المؤبد مرحبا مرحبا يا نور مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا خير رجعي فلربي كل لحمد مرحبا مرحبا جل أيا صوره العاد مرحبا مرحبا اذهب نبي وجودي مرحبا مرحبا المصطفى الهادي محمد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا 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 يا خير الله مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك النبي كان سعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصاد يا نبي سلام عليك
يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، واهدينا نهجا سبيلي ربي، بلغنا بجاه في جواره خير مقعد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، ربي فاغفر لي ذنوبي، يا الله ببركات الهادي محمد، يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي، يا الله ببركات محمد، يا الله، وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد، وسلام مستمرون كل حين يتجدد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، مرحبا، صلى الله على محمد، مرحبا، صلى الله عليه وسلم، مرحبا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متحم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا، وما تثأب أصلا في مدى الزمان، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما واسع الكرم، منه الدواب فلم تهرب، وما وقع الذبابات أبدا في جسمه الحسن، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، بخلفه كأمام
من رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علاني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى، ذله في الشمس ذو فطني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة طيسف يا ذا بمختتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فذها تكون أمينا من شرنا روا سراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بابك نسألك يا الله يا الله يا الله. يا سميع يا قريب يا مجيب يا سريع يا منتقم يا شديد البطش يا جبار يا قهار يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك الأكاسرة. أن تجعل كيد من كادنا في نحره ومكرما مكر بنا عيدا عليه وأفرة من حفر لنا حفرة واقعا هو فيها ومن نصب لنا شبكة الخداء. اجعله يا سيدي مسوقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد اكفنا العداء خصوص العداء الإسلام وعداء المعاهد الإسلام وعداء اللجان ولكهم الرداء واجعلهم لكل حبيب فداء وسلد اللهم عليهم عاجل النقم في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرج جمعهم، اللهم كل حجهم وأكل عددهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أرسل العذاب الأليم إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واللطف واسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم وأرجلهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته وعداك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء لا فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء لا فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء لا فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حميم لا ينصرون، 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 حميم لا ينصرون. اللهم بحق حميم عين سين قاف
حمايتنا مما نخاف. اللهم اكنا شر الأسواء ولا تجعلنا مهلا للبلوى. اللهم عاتنا أمل الرجاء وفاق الأمل. يا هو يا هو يا هو يا من لا إله إلا هو. اللهم يا من بفضله لفضله نسألك إلهي العجل 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 الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب دعوة سيدنا نوح عليه السلام في قومه. يا من نصر سيدنا إبراهيم عليه السلام على أعدائه. يا من رد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب عليهما السلام. يا من كشف ضر سيدنا أيوب عليه السلام. يا من أجاب دعوة سيدنا زكريا عليه السلام. يا من قبل تسبية سيدنا يونس بن متى عليه السلام. نسألك اللهم بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تتقبل ما به دعوناك وأن تؤتينا ما سألناك وأن تجس لنا وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت إن قطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاف رجاؤنا وحقك إلا إن أبطأت غررت الأرحام وابتعدت عنا فأقرب شيء غارة الله يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله. عادت العادون وجاروا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يا واحد يا علي يا حليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا آمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كذلك نجزي القوم المجرمين. والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحطيمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحطيمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحطيمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti halnya malam-malam sebelumnya, forum sharing dari Cakanca Pengurus
lantas nanti ditanggapi. Menabi Baris Ematorakin dari Cangkaces, pengurus. Ya, sabung.